طبعاً بداية نهنئ نساء العالم أجمع ونساء شمال وشرق سوريا بقدوم يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 آذار. طبعاً نحن كنساء مدينة منبج بدأت فعالياتنا في 1 آذار، واليوم هو اليوم 4 على التوالي نقوم بسلسلة من الفعاليات، واليوم هو زيارة المعامل في مدينة منبج التي تعمل فيها النساء. طبعا الغاية من هذه الفعالية أو هذه الزيارات كون انتفاضة المرأة بدأت في المعامل. يوم 8 آذار يمثل أو هو حصيلة الإنجازات التي قامت فيها أو الانتفاضات والمقاومة والنضال التي قامت فيه خلال أو عبر التاريخ. ما يمكن أن نقدمه للنساء العاملات في المعامل هو أن نقدم لهم الورد الذي يرمز للمحبة، يرمز للسلام، يرمز للمساواة. بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للمرأة 8 آذار، هذا اليوم التي كان انتفاضة للمرأة التي بدأ من عام 1857، بدأت انتفاضة المرأة التي لم تقبل الظلم والعبودية من معمل نيويورك، معمل النسيج. فمن ذلك الوقت أو ذلك التاريخ بدأت هذه الانتفاضة لجميع النساء العالم، وقد شاركنا جميع نساء العالم في هذه الانتفاضة ليمتدت إلى هذا اليوم وأصبح يوما عالميا لجميع نساء العالم. طبعا اليوم نحن كمدينة نساء، كافة نساء مدينة منبج نقوم بتوزيع ورود على كافة النساء ضمن المؤسسات العسكرية وأيضا ضمن المعامل التي عملنا بها. فاليوم طبعا الورد يرمز إلى المحبة والسلام، التي هي المرأة معروفة بذلك بالسلام والمحبة. كنساء مدينة منبج ونساء شمال وشرق سوريا سنستمر على هذه المسيرة النضالية لحتى نحقق الحرية لجميع النساء المعنفات المضطهدات.